الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات ما زلنا نواصل حديثنا كما بدأناه في يوم الجمعة الماضي في موضوع لا إله إلا الله ومقتضيات التوحيد في موضوع لا إله إلا الله ومقتضيات التوحيد وقلنا إن لا إله إلا الله لها مقتضيات ومحمد رسول الله تتمت كلمة الشهادة أو الشهادتين لها كذلك مقتضيات ومن مقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله صرف العبادة لله عز وجل بلا واسطة سواء كانت هذه الواسطة أو تعلق الأمر في هذه الواسطة بملك أو نبي أو رسول وما سوى الملك والنبي والرسول هو أدنى منهم طبعا نتحدث عن الصالحين ونتحدث عن الأولياء ونتحدث عن الأصفياء كما يقال هؤلاء لا ننكر وجودهم لا ننكر وجود صالحين وأولياء على وجه الأرض لكن
مشكلتنا في قضية التوحيد وفي هذه النقطة بالذات أن الناس أو المسلمون لا تحدث عن غير المسلمين انقدح في أذهانهم أو في أذهانهم أن الولي أو الصالح بهذه العبارات هو ذاك الذي دفن في قبر معين وبني عليه ضريح أو قبة أو بناء معين، انقدح في أذهان الناس هذا الأمر، وكأن الأولياء أو الصالحين إن عدموا من الوجود على قيد الحياة ويتعلق الأمر فقط بمن ماتوا ودفنوا كما أشرت سابقا وأقيمت عليهم الأضرحة والقباب، ولذلك جعلوا هؤلاء واسطة، وهذا موجود كذلك في حياتنا اليوم. لا نتكلم عن شيء غير موجود، لا نتكلم عن شيء خيالي، لا نتكلم عن شيء منعدم الوجود، بل نتكلم عن شيء موجود يعيشه الناس. ومن حسناتي أقول بهذه العبارة، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، من حسنات البرامج التلفزيونية أنها تفضح هذه الممارسات، وإن كان الذين يقدمون أو يشرفون على هذه البرامج يريدون من خلالها أن يسوقوا. شنو معنى يسوقوا؟ يسوقوا البضاعة ديالهم والشرك ديالهم والخرافة ديالهم والخزعبلات الجاهلية ديالهم. لكن سبحان الله العظيم كما يقال ينقلب السحر على الساحر، ومن خلال تلك البرامج تنفضح أشياء وتكشف أشياء كثير من الناس لا يعلمون شيئا عنها. وفي الأيام القليلة الماضية، والقضية ليست بعيدة عن الموضوع، شاهدنا وشاهد العالم كله ممن يتابعون بعض القنوات المعينة برنامجا عن السحر والشعوذة في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين دكاكين أو من يسمون بالعشابين تعلق عندهم في دكاكينهم وسائل للوصول بسببها إلى الشعوذة وإلى الدجل، الثعابين والتماسيح ورؤوس الحمير وقوائم الحمير وما يسمى بمخ الضبع وما إلى ذلك. هذا موجود. من هم زبناء هؤلاء؟ ما لقوش اليهود وإن كانوا يستعملونهم هذه الأمور. نعم، زبناء هؤلاء مسلمون. قد تجد امرأة تسمى بالحاجة، لماذا؟ لأنها ذهبت إلى الحج أو ذهبت إلى العمرة ولقبت بالحاجة، ينادونها بالحاجة، تجدها من زبناء ذلك الشخص، ذلك الدجال أو ذلك المشعوذ أو من يبيع هذه الأمور. هذا يدل على الخلل الموجود عندنا في عقيدتنا وفي توحيدنا. توحيد ماشي هي كما قلنا في الخطبة الماضية راه كينطق بلا إله إلا الله وراه مسلم. نعم، نحن نقول مسلم، لا يستطيع أن نخرج من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لا نستطيع أن نخرجه من الإسلام. أقل ما يوصف به أنه مسلم، وإن كان لا يحق لنا أن نقول مؤمن. حتى الأعراب الذين ذكرهم القرآن الكريم في سورة الحجرات وصفهم الله عز وجل بأنهم مسلمون لكنهم لم يرتقوا إلى درجة الإيمان الذي يمنعهم من الوقوع في الخرافات وفي الخزعبلات وفي الشركيات. قالت الأعراب آمنا فنفى عنهم الله تعالى الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم مسلمون ولكنكم لم ترتقوا إلى درجة الإيمان، لأن الإنسان عندما يكون مؤمنا حقيقيا موحدا لا يمكن أبدا أن يقع في هذه الجاهلية وفي هذه الشركية. ولذلك قلت من مقتضيات التوحيد أن لا تجعل أو أن لا تصرف عبادة من العبادات التي فرضها الله عليك بواسطة، سواء كان هذا الواسطة ملاك ولا نبي ولا رسول ولا كما بغيكم أو ولي أو صالح. العبادة تصرف لله وحده دون شريك، وهذا هو الذي اصطلح على تسميته من طرف علماء التوحيد وعلماء العقيدة الذين ينظرون للعقيدة ويقعدون للعقيدة. نحن محتاجون إلى هذا التقعيد، إن احنا كما تنقلوا لا إله إلا الله خصنا نشرحها،
علاش نتكلموا على التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذه التفاصيل التي فصلها العلماء في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم وفي رسائلهم، لماذا قعدوا للتوحيد ولماذا نظروا للتوحيد ولماذا صنفوا في التوحيد، حتى يتبين للناس الحق وحتى يستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل. هذا سموه العلماء توحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه أن تصرف العبادة لله وحده، وتوحيد الربوبية هذا موجود عند حتى مشركي قريش، كانوا كفار بالفعل، مشركين، ما كان في شرك، كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، ولكن إذا سألتهم من خلقهم، لا ولئن سألتهم من خلقهم كما جاء في الآية الكريمة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفوا بوجود الله وبأن الله هو خالقهم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. شكون اللي كيطيح الشتاء ينزل المطر من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ تقول الله. يقدر يجي واحد يقول لك الآن إذن هادو ماشي كفار، هادو مسلمين. لا ماشي مسلم، وإن يعتقدوا بهذا الاعتقاد وإن قالوا هذا الكلام ومع ذلك فهم كفار ومشركون. لماذا؟ سبب ذلك هو صرفهم العبادة لله عن طريق الأصنام وعن طريق الأوثان. ودليل ذلك قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم أي الأصنام والأوثان، ما نعبد يقولون المشركون يقولون، وهذا نص قرآني، ما نعبدهم إلا ليقربونا، كان عبدهم باش يقربون الله، واسطة يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله، يقربونهم إلى الله. وهذا كذلك هو واقع الأمة الإسلامية اليوم في كثير من الأقطار الإسلامية. لماذا تجعل الواسطة مع الله؟ اطلب الله مباشرة، قل يا ربي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة، يقول لك أنا أتقرب إلى هذا القبر أو إلى هذا الضريح كما يسمونه، لا اعتقادا أنه سيعطيني أو سيمنعني، أنا أعلم، يعني رغبتي به الكبلة عارف وما عارف هو المسكين، أنا أعلم أنه ميت وأنه لا يستطيع أن يقدم لي نفعا ولا ضرا، وإنما أتبرك به وأتبرك بواسطته بيني وبين الله. نفس المقالة، نفس المنطق الذي تكلم به المشركون، إلا أن هؤلاء لم ينطقوا بالشهادتين كما قلنا في الخطبة الماضية، لأنهم علموا أن لها مقتضيات وأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بهذه المقتضيات وأنها ليست كلمة تنطق باللسان، فعزفوا عن قولها وأبوا أن ينطقوا بها، ونحن ننطق بها ولكن نخرقها ونخرمها، نخرم هذه الكلمة. وضربت مثالا في الخطبة الماضية بالآية التي نقرأها مرارا في كل يوم في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. فعندما تقول هذه الآية، تقرأ هذه الآية، معناك أنك تقر بأن الذي يستحق العبادة هو الله، وأنه لا مستعان إلا الله، المستعان به هو الله، الذي تستعين به هو الله، الذي تستغيث به هو الله، ما في فلان ولا فلان ولا فلان. وما نمشيوش بعيد، اليوم الناس يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله في الخطوب وفي الأزمات وفي الكروب، يتوجهون لغير الله اعتقاد منهم أن هذاك راه يمكن له يدير شي حاجة، راه يمكن له يقدم لنا واحد النفع. والله لا يقدم لك نفعا ولا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. اسمعوا ماذا يقول الله تعالى، قل لا أملك، والخطاب هنا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، دائما ديك قل راه تتكلم مع سيدنا محمد، كيقول الله تعالى قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا أملك لنفسي. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبي ورسول، كاين شي ولي
كاين شيء عظيم على مستوى البشر، على مستوى البشر أعظم من رسول الله. كاين شيء ولي على مستوى البشر أعظم من رسول الله. كاين شيء معلم، شيء مربي أحسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كاينش على مستوى البشر، أتكلم على مستوى البشر، لا يوجد أبدا. سيد الأولين والآخرين على مستوى البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين، الشفيع المشفع. ومع ذلك ربك يقول له قل لا أملك لنفسي، هو أنا ما نجلبش لنفسي، النفس ما يجلبش، لا نفع ولا يدفع عن نفسي ضر، ولو كنت أعلم الغيب. وهذه الآية تتضمن أنه لا يمكن فعله الله الغيب، أن يعلم الغيب أبدا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين، أو نذير وبشير. قد يقول قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن أمور لها علاقة بالغيب، أخبر عن أمور هي من الغيب. نقول نعم، لا ننكر هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور غيبية جاء ظهرت في المستقبل، ومن جملة هذه الأمور أنه، وسأوضح لماذا كما نص على ذلك القرآن الكريم، صعد إلى جبل أحد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلع لجبل أحد، وكان معه، وكان معه ممن كان معه أبو بكر رضي الله عنه الصديق، وعثمان وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا هم أربعة بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ترج في الجبل، نقول زلزال خفيف، هزة خفيفة في جبل أحد، فقال له أثبت أحدا، أثبت أحدا يعني ترصى بس، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان هما عمر وعثمان، والصديق هو أبو بكر، والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا في المستقبل أن عمر وعثمان قتلا وماتا شهيدين، هذا لا شك فيه، ما فيش خلاف ولا نهائي، هذا غيب. وما هو سنده من القرآن الكريم؟ واش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعلم الغيب تلقائيا؟ كان يعلم الغيب، فوق ما بغى يكشف الغيب يكشفه أبدا، وإنما الله تعالى هو الذي أطلعه على بعض غيبه. ودليله، وهذا خاص بالأنبياء والرسل، ما يمكنش واحد آخر يقول أنا كنعلم الغيب ولا ربي أطلعني على الغيب، كما نسمعوا اليوم بعض خرافات من الناس، الشيخ أطلعه الله على الغيب، أو المريد، أو فلان، أو الأقطاب والأبدان والشيوخ والمريدين وأتباع المريدين والمراتب وكذا، بحال داكشي ديال الماسونية المراتب. كاين شي يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، من يظهر يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. صافي، الله تعالى قادر بشيء سبحانه وتعالى أن يطلع بعض رسله أو أنبيائه على بعض غيبه، يطلعهم هو، أما أن يعلموا الغيبة تلقائيا هذه ما كايناش نهائيا. إذن بمعنى أن من دونه لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إحنا المسلمين عندنا واحد القضية مهمة سنعرفوها، شنو هي قضية التوحيد؟ هو أن لنا أنا عندنا أزمة في العقيدة، أزمة في التوحيد، كان أزمة، والله أزمة، راه المسلمين راهم باين، راهم مسلمين كلهم، راهم مسلمين، ولكن راه كاين واحد الأزمة داخل المجتمع الإسلامي، عند الأفراد وعند الجماعات، عند الرجال وعند النساء، عند المثقفين وعند الجاهلين والأميين، على المستويات كلها، تلقى محامي، تلقى طبيب، أستاذ جامعي، يؤمن بالخرافة، يؤمن ويلتجئ إلى المشعوذين. راه بعض الناس كيظنوا على أن هذا الشيء هذا كيوقع غير من طرف الأميين، لا، راه بعض الأميين راه عقيدتهم قوية، والله أعرفهم، أنا أعرفهم، لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يستطيعوا أن يقرأ ولا يستطيعوا أن يكتب، لا يخط بيمينه ولا يقرأ ولو حرفا واحدا، لكنه تربى في مجالس العقيدة وأمام العلماء، وسمع منهم مشافهة
وتجد عقيدة هذا الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ أقوى من عقائد الكثير من المثقفين. محامي راه مثقف، المحامي هو عنده مستوى ديال المثقفين، يعتبر من الطبقة المثقفة، وإن كان ما عنده علاقة بالدين، ربما ما يعرفش الدين، ولكنه مثقف، يقرأ ويكتب وعنده وتحرميات ديال القوانين كلها كيعرفها، ولكن مع ذلك تجده يلتجئ إلى المشعوذين. حتى هو غادي عند عطار، غادي يجيب جلودة ديال الحنوشة، ويجيب ديال العقارب، ويجيب ديال الهدهود، ويجيب ديال كذا، والتخرميز الخاوي، وسحر المحبة، وسحر القبول، وسحر كذا، وهذا موجود اليوم. تأتيك امرأة بصورة وتقول لمن يسمى عندهم بالفقيه، هذا مشعوذ، هذا مشعوذ، هذا ماشي فقيه، ما يمكنش يكون فقيه، حاشا أن يكون فقيها، يمكن يكون فقيه بدونها، نعم فقيه بدونها. أما الفقيه عندما نقرأه هكذا، الفقيه أو فقيه أو متفقه في الدين، لا يمكن أن تصدر من القرآن إلا إذا كان خسر العقل دياله والفكر دياله، يمكنش أبدا. تأتيه بصورة زوجها أو بشيء وتقول له، هذا موجود في أوروبا كثيرا، لأن الشعوذة أكثر من اللي كاين في هذا، تجيب له هذا وتقول له لأن شوية الفلوس كاين، شوية الفلوس، لأن الفلوس هما اللي كيشجعوا، وتسخى تعطي 400 أورو 500 أورو، اليوم ساي واقع، أنا عندي معلومات كثيرة في هذا الباب. هذا تتقدم له وتقول له بغيتك دير لي المحبة. شنو المحبة؟ هو تيستغ، هو عارف هذا المشعوذ هذا ولا هذا الفقيه هذا اللي كيسميه الفقيه، هو عارف بان راه ما كاين لا محبه لا والو، راه ما عنده ما يدير لها، ولكن تيبتزها، تياكل اموال الناس، يمتص دماء الناس، اموال الناس بالباطل، ياكل اموال الناس بالباطل. هو عارف انه ما كاين والو، ما يمكنش ابدا شي واحد يكتب لك المحبه، هذه ما كاين، حيدوها نساء ورجالا، حيد من راسك انه شي واحد يدير لك المحبه. شي مراه باغي الزوج ديالها يحبها يبغيها، او التي تيبخل عليها تيشح شويه، ما كيطلقش الفلوس كما يقولوا، ما كيرخيش مزيان، كتقول نمشي عند الفقيه يكتب لي باش يدير المحبه. راه كوني على يقين ايتها الاخت، راه ما كاين والو من هادشي، ريحي راسك وشوفي شي اسلوب اخر ديال المحبه، وهذاك الاسلوب الا كنتي ذكيه انت غادي ديريه، انت تختاري داك الاسلوب، غيري معاه طريقه ديال التعامل، غيري معاه طريقه الاستقبال عندما يدخل الى البيت، ديري امور تزيني له إلا كنتي تتهمني نفسك، وهكذا هذه طرق باش كتوصل المرأة يعني اسأليه عن أحواله، قدمي له شيئا. احنا الله يرحم الأمهات ديالنا، نتكلم معكم شوية بالدارجة، الأمهات ديالنا الله يرحمهم والأجداد الجداد ديالنا، كان عقل من اللي كتدخل الزوج للدار، هذه احنا الثقافة، هي الثقافة الإسلامية، وإن كانت تعتبر ثقافة شعبية مقرا وما تعلموا، ولكن سبحان الله العظيم بالفطرة، انطلاقا من الفطرة السليمة النقية، تستقبل المرأة زوجها، اسمع، تستقبل المرأة زوجها بإناء من ماء ساخن، ومازال ما دخلش وهي مجدر الوضوء، ها المحبة، هنا كتجي المحبة، يجي تحيد له الجلابة، هي تحيد له الجلابة وتعلقها وتقدها وتستقبله، تدخل راس بنتك حوايج هكذا، الطعم موجود هكذا، هذه الطريقة. اما هذا الفقيه اللي سميوه الفقيه، وانا علاش نركز على هذه القضيه ديال الفقيه، ما الفقيه، لان انا امور كنسمعها غريبه، ناس كيصليو في المساجد معانا هنا ويصليو في اماكن اخرى، انا لا اسمي الناس باسمائهم، ويمارس الشعوذه ويضحك على الناس ويديلهم رزقهم، ويكذب على النساء ويكذب على الرجال، ويخلو بالمراه، يخلو بالمراه لا يطالبها بالمحرم، حتى في مجال الرقيه الشرعيه، حتى في مجال الرقيه الشرعيه اللي هي كاين الرقيه الشرعيه، ما لا ننكرها بالقران وبالادعيه وبالادعيه الماثوره الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرقيه الشرعيه كاينه، لكن هذا الذي يسمى الفقيه لا يطالب المراه عندما تتصل به هاتفيا او تسال عنه او تتصل به مباشره، لا يطالبها بالمحرم فيخلو بها، وقد يقع من احدهم ان يراودها عن نفسه، وهذا وقع وموجود. أنا طبعا لا أسمي من هو فلان، ولا يحق لكم أن تسألوا من هو هذا الشخص أو هذه الجهة التي تفعل هذا، لا، لكن نحن كننبهوا نفسنا نساء ورجالا، راه ما كاينش شي واحد يكتب المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن التولة، شيء اسمه التولة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التولة فقال شيء تصنعه النساء ليتحببن إلى أزواجهن، وهذا يعتبر من الممنوعات شرعا، حجاب وكذا، وجيب تصويرها، سميت أمك
أنا نبهكم أيها الإخوة والأخوات بالمناسبة، إذا مشيتي عند شي واحد يدير لك الرقية كما بغى يكون هذا السيد، يكون بالحياة ولا يكون منور كما يقولوا، راه شي خطرات يكون منور غير بالصابون، راه يتطرف مزيان وحكوا وجهه بالكيس وتيولي منور، راه منور يكون وجهه موسخ ما نقيش فيه الغبرة ويبان عليه النور، ماشي النور هو، راه ضرب شي دويشة مزيانة حك وجهه مزيان راه منور، ولا دير شوية ديال البريون ديال السنتيتيك الوجه، لا ماشي هذا هو المقصود. يجي يقول لك سميت امك، يقولها المرأة يقولها سميت امك باش يكتب لها الحرز سميت امك، غير يقول لك سميت امك عرفوا بلا دجال. نعم خذوها مني باليقين وسولوا عليها العلماء، انا قالت لا تعتبروش كلام، خذوا اسالوا العلماء، دوزوا عندي انا عاد دوزوا عندهم وما يطبعوا لكم واش كاين، يوقع يدير لكم الطبع. الا قال لك سميت امك عرفوا دجال، الا قال لك جيبي التصويره هذه في الرقيه الشرعيه، الا قال لك جيبي الصوره ديال الزوج كذا كذا عرفيه دجال، الا قال لك جيبي اللباس الداخلي تيشورت ديالو الداخلي او شي لباس داخلي على كل حال بلا ما نسمي شي لباس داخلي معين عربينه دجال، الا قال لك جيب الجلد نتاع التمساح ولا جلد الحنش ولا جلد الهدهود ولا الزغب ولا كذا ولا هذا دجال. الشيء الذي يستعمل في بعض الاحيان في بعض الحالات المعينه، حبة السوداء مثلا حبة البركة أو ماء عصير العصير زيت الحبة السوداء أو العسل، هذا العسل راه مذكور في القرآن الكريم، أو الزيت البلدية زيت العود كما نقول المباركة الشجرة المباركة، هذه أمور معروفة عند الناس قديما وحديثا، حتى في الثقافة الشعبية كانت تستعمل هذه الأمور. كلا حنا كيوجعنا البطن ديالنا شي مراه صغار شنو كيدير الوالده، تجيب المجمر وتسخن يديها ودير زيت البلديه تبقى تمسد لك البطن ديالك بخير وعلى خير، كتنوض بخير وعلى خير كما كانما رشدت من عقال. اذا هذه كلها امور تخريم التوحيد، كتضرب التوحيد في الصميم، اللي يعتقد هذه الخرافات وهذه الخزعبلات لا ينبغي له ان يكون كذلك. المسلم هو عقيدته صحيحه سليمه، يوقع لك اللي يوقع لك، توكل على الله، اعتمد على الله، توجه الى الله، تضرع الى الله تعالى، استغث بربك سبحانه وتعالى فهو المغيث سبحانه. نفعني الله واياكم بالقران الكريم وباحاديث الرسول الصادق الامين، واجارني واياكم من عذاب المهين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، من مقتضيات التوحيد، كلام طويل وسنواصل إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة التي لا نطيل عليكم، من مقتضيات التوحيد أن لا يتوجه المسلم عند الأزمات، جمع أزمة، والشدائد والكروب إلا إلى الله وحده. كما بغى يكون نوع الأزمة اللي كيعيشها الإنسان في نفسه، مريض نفسيا أو جسديا أو عنده مشكل داخل البيت أو عنده أزمات داخل البيت أو عنده شدة أو كروب أو خطوب، لا ينبغي له أبدا إذا كان موحدا حقيقيا أن يتوجه إلا إلى الله. وأعظم ما أعظم دليل يمكننا أن نقدمه في هذا الموضوع هو ما وقع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في حياتهم، وقد وقعت لهم أزمات وخطوب وابتلاءات. وأذكر منهم إبراهيم عليه السلام، هنا كنأخذ التوحيد، من كنت تعلم التوحيد من القرآن، من قصص الأنبياء ومن المواقف التي عاشها الأنبياء، وخصوصا في الشدائد والأزمات والملمات. إبراهيم عليه السلام عندما حكم عليه قومه بالإحراق ووضعوه في على المنجنيق ليقذفوا به في النار، شحال واحد دابا يقول لك إلا شدوك شي ناس ولا غادي يعاقبوك ولا يعذبوك ولا مولاي عبد القادر فكك الوحي، هذه معروفة في الثقافة الشعبية الجاهلية ديالنا، عندنا في خرافات ديالنا مولاي عبد القادر فكك الوحي، وتيقولوا واحد العبارة أخرى غيات صحابه في الضيقات، غيات صحابه في الضيقات، تيغيت صحابه، شكون هما صحابه؟ الناس اللي كيعيطوا عليه، هذا كله شرك بالله.
وكان بعض الناس قديما وقد حفظت هذا مباشرة من أفواه مشافاة من أفواه يقول عيط يا العياط، عيط يا العياط، يعني المنادي، العياط هو المنادي، عيط يا العياط هو عيط في واد خالي باش يرجع داك الصدى ديال الكلام، عيط يا العياط وعيط في واد خالي وإلا ضاق بك الحال، إذا ضاق بك الحال ماذا تقول؟ أمولي عبد القادر الجيلاني. وفين ربي؟ خلي ربي ونقول عيط أمولي عبد القادر، أمولي عبد القادر مات، يمكن يكون ولي، يمكن يكون راه في الجنة نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحد، ولكن رمى عندهم يعطيك. جبريل عليه السلام هو أمين وحي الله إلى رسله زعيم الملائكة، واش يعطيك جبريل؟ ما يعطيك والو، وخا طلبوا تستغفر جبريل والو ما يجيب لك والو، ما يعطيك والو. الأنبياء والرسل كذلك. شنو دار سيدنا إبراهيم عندما قرروا أن يقذفوه في النار؟ قذفوه في النار، النار كتحرق، الإنسان يطيح في النار يولي رماد، لا شك في ذلك، يتشوى ويولي رماد من بعد، إلا بقى فيها حتى الآخر يولي رماد. وسيدنا إبراهيم عرف هادشي، عرف بأن ذيك راه نار كتحرق وراه وكاين المشكل، ولكن في علم الله عز وجل أن إبراهيم سينجو من النار، وأن إبراهيم ما علمش عن نفسه واش غادي، ونعم يتوجه إلى المنقذ، إلى المنجي سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، توجه إنه هو اللي يقدر يتحكم في هذيك النار. لا سيدي بويا هذا بويا رحال، سيدي عبد سيدي رحال بودالي ولا بويا رحال، قال لك لا هو كيشرب الماء طايب، لا هو ونصوبوا له انا ويشرب، ماشي هذاك اللي كيصوبوا، نصوبوا له بيدي انا ونعطيه له يشرب، لا فيه البركه مسلمين رجال البلاد، هو كيسعى الدراهم، تيسعى الدراهم في الحلقه في جامع الفنايس، تيسعى الدراهم تيعطيه الدرهم ونص درهم، يستجدي عطاء الناس. إذا أنت فيك البركة علاش غتستسعد سعد؟ أنت راه تبقى تنزل عليك المنة والسلوى. أنا فيا البركة، أنا ولد بويا رحال، أنا جدي هو فلان، أنا عندي البركة، أنا معطيني هذا الشيء، أنا من أولياء الله الصالحين، ويستجدي ثقة الدراهم، يستجدي عطاء الناس، وإلا ما عطاهمش ما عطاهمش يسبهم في الحلقة يسبهم. فين هو هذا؟ إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة قمة التوحيد، حسبي أي يكفيني الله ونعم الوكيل. ماذا وقع بعد ذلك؟ الله تعالى اللي خلق النار، لأنه توجه لله ما توجه شيء واحد، قال حسبي الله، لأن اللي خلق النار هو الله، اللي جعل فيها خاصية الإحراق الله، شكون اللي غادي يتحكم فيها؟ اللي خلقها، الذي يتحكم فيها هو ربها، رب النار ورب إبراهيم ورب العالمين. قال يا نار، الله تعالى قال النار مباشرة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تصوروا، وهذا لم يقع ولن يقع، أن إبراهيم قال يا جبريل أغثني، ما تكون مشكلة. لو قال يا لمن سبقه من الأنبياء يا نوح أول رسول أو يا آدم ما تكون مشكلة، لكن قال دخل البيت من بابه وليس من النافذة، واتوا البيوت من أبوابها، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يونس عليه السلام هالتوحيد، التقمه الحوت، احنا شي مرات نكونوا في ضيق في شدة، شكون غادي يخرجنا من رب سبحان الحي الذي لا يموت؟ يونس عليه السلام التقمه الحوت في بطنه، وكان في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة البحر. هذا التوحيد، نتعلم التوحيد من القرآن ومن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشدائد حبس فوسط في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، الغم وسمى الله تعالى غم. وذنون إذ ذاب مغاضبا، هو سيدنا يونس، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات يا جبريل، لا يا رسول الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة التوحيد، واعترف بالخطأ ديالو عندما غادر قومه وتركهم وغضب عليهم وتركهم وذهب إلى حال سبيل، تخلى عن الدعوة دينه لأنه ما بغوش يأمن. فابتلاه الله تعالى ببطن الحوت،
ابتلاه هو وأخرجه هو، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وآخر نموذج أذكره لأختم هو أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه، اسمع، نادى ربه، ما كاينش، بغيتي حتى الأولاد اطلب الله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ماذا كانت النتيجة؟ ووهبنا له يحيى، أعطاه الله تعالى غلاما اسمه يحيى، هذا الذي قتل وقطع رأسه من طرف بني إسرائيل، أعداء الله، أعداء الله والرسول. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. حتى احنا راه نفس الشيء، إذا ما مشيناش مع هذا الخط هذا راه غتكون مشكل. استغيث بغير الله، نستعين بغير الله، نتوسل، هذا يعلم الغيب، هذا يعطيه، هذا يفعل، هذا يترك، هذا شدك، لا إله إلا ما خدماش. كما ضرب أحد العلماء مثلا لا إله إلا الله في حياة الصحابة وكيف فهموها وطبقوها وعملوا بمقتضياتها، ولا إله إلا الله عند بعض المسلمين، ولا نحكم على الناس جميعا، كاين الموحدين الحمد لله وكلكم إن شاء الله من الموحدين لا شك في ذلك، ولكن هذا تنبيه فقط، غير كنذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، مش اتهام، حاشا أن يكون اتهاما، وإنما هو تذكير. الخطبة كلها هي تذكير فقط، لا يوجد أبدا فيها اتهام، ولكن هي تحذير، ردوا بالنا من هذه القضية. كلا الورقة، الورقة النقدية، نأخذ على سبيل المثال واحد الورقة ديال 50 يورو، ورقة نقدية فلوس ديال 50 يورو مزورة. الورقة المزورة النقدية من حيث الرسوم ومن حيث الهندسة ومن حيث التصميم ومن حيث الألوان، إذا حطيناها مع، إذا وضعناها مع الورقة التي لها رصيد، الورقة الحقيقية غير المزورة، ما تقدرش تفرق بيناتهم. شكون يستطع يميزهم؟ هو الصيرفي، من يسمى بالصيرفي، والصيرفي هو الخبير في 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 مجال النقد، يسمى بالصيرفي أو بالجمع الصيرفيين، الذين يعني يستطيعون أن يميزوا بين الورقة النقدية المزورة والورقة النقدية الحقيقية. لا إله إلا الله لما كنقولوها وما كنعبدوش بمقتضيات ديالها كتولي بحال ديك الورقة ديال النقد المزورة لا رصيد لها، أنت كتقولها وما خدامش، ما نفعكش. لماذا؟ لأنك تستغيث بغير الله، لأنك تعتقد الغيبة في غير الله، لأنك تعتقد النفع والضر في غير الله، لأنك تلتجئ إلى غير الله، كتولي ديك لا إله إلا الله عندك بحال ديك الورقة اللي ما عندهاش رصيد، ورقة نقدية بحالها بحال الأخرى ولكن هذيك لا رصيد لها في البنكة، ما دخلاش في البنك ديال الدولة، لا لا رصيد لها، ما عندهاش رصيد، والرصيد ديالها هو المقابل ديال الذهب، هذا معروف في مجال النقد وفي مجال سك النقود. الورقة الحقيقية هي عندما تقول لا إله إلا الله وتعمل بمقتضياتها، هذا هو المثال ديال اللي كيقول لا إله إلا الله وكيعمل بمقتضيات ديالها ويعيش التوحيد في حياته، ومن يقولها ولا يعمل بمقتضياتها، هذه ورقة مزورة وهذه ورقة، وهذه لا تنقذك من النار، واخا تقولها لا تنقذك من النار، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب الأمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هناك تنبيه بسيط، بعض المناسبات ديال المسيحيين في أوروبا في هولندا وفي غيرها من البلاد، هناك مناسبات، طبعا هذا إن شاء الله تكون في خطبة من بعد، أنا غير فقط غير تنبيه فقط، لأن تبقى أسبوع لا وكتوقع أمور، يعني لا يجوز لنا أن نقلد الغربيين أو المسيحيين أو الصليبيين في بعض ما يفعل في بعض الطقوس، ويجب أن ننبه أبناءنا على هذا الأمر،
الناس الكبار عارفين هذا الشيء الحمد لله، لكن الأبناء ديالنا الصغار الذين يعيشون في هذه البلاد ويدرسون ولا في المدارس ويتلقون بعض أو يلقنون بعض الثقافات، نوع من أنواع من الثقافات التي لها علاقة بهذه الجوانب التي نتكلم عنها، خص الإنسان يرد البل. أنه وصلني خبر على أنه بعض الأطفال يطرقون الأبواب ويطلبون الحلوى من بعض البيوت وإن كانت غير من غير المسلمين في مناسبة دينية معينة هي علاقة لها علاقة بالمسيحيين أو كذا، لكن بعض الآباء يعني لا يفهمون، لم يفهموا أن قيل أن امرأة هولندية طرق بابها بعض الأطفال الصغار ومنهم أبناء مسلمين مغاربة وغير مغاربة مسلمين على كل حال، فرفضت أن تعطيهم ما كانت تعطيه لهؤلاء الأطفال من حلوى أو كذا أو من حلويات، ونبهتهم كما أخبرت بهذا من أحد الإخوة الثقات على أنه، وأنتم ربما تعلمون هذا، هذه القصة وقعت، نبهتهم قالت لهم على أن بالدارجة نقولها باش نفهموها مزيان، قالت لهم أنتم الدين ديالكم ما كيسمحش بهذا الشيء، يعني هذا نصيحة قالت لهم، يعني أنتم خصكم تشوفوا حالكم، ما تطلبوش وما تطرقوش الأبواب لأن الدين ديالكم ما مسموحش بهذا الشيء. هذه مرأة هولندية ماشي مسلمة وقالت هذا الكلام، هذه راه نصيحة في الحقيقة، هذا توجيه والله عجيب جدا باش تلقى ناس اللي تنبهك تقول لك يعني ما دامش دينكم ما فيهش هذا الشيء، هذا الشيء في الثقافة ديالنا احنا ماشي عندكم انتم راه مزيان. فهذه المرأة قيل أنها اتهمت بالعنصرية وأقيمت ضدها الدنيا ولم تقعد، وقعت روينا بأنها اتهمت بالعنصرية. أنا أقول من هنا هذه القصة إذا كانت بهذا الشكل الذي أخبرت به، وحقيقة يعني حتى الأخ اللي قالها لي راه ماشي غير جو قال راه تحرر المسألة على القناة، يعني اش هذه المرأة دي علاش اش من عنصرية استعملت؟ نبهت ولدي أنا مسلم، ولدي المسلم الصبي الصغير، قالت له انت ما خصكش دير هذا الشيء لانك انت مسلم، هذه طقوس مسيحيه ماشي ديالكم، ماشي هذا، هذه ليست عنصريه. الا لقيتو في الطريق مثلا وضرباتو ولا مثلا في المدرسه كتقريه وهانتو داخل المدرسه، نعم نقولوا هذه عنصريه، لكن هذه ماشي عنصريه. ولهذا يجب على هؤلاء الاباء ان يراجعوا انفسهم في هذه المساله وان يسحبوا ما هم مقبلون عليه من ربما من دعوة أو شيء من هذا القبيل. أنا هذه راه نصيحة، راه إلا قلت هذا الكلام هذا راه نصحتنا ونبهت ولادنا، طبعا احنا ما خصناش نقلدوا غير المسلمين في أمورهم. إن شاء الله تعالى سيكون لنا كلام في خطبة قادمة عن هذا الأمر، التقليد وعن هذه الاحتفالات وغيرها اللي ماشي ديال المسلمين، نسأل الله تعالى التوفيق للإخوة الكرام في هذا الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.